السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. سجل دعولنا يا جدعان، دعولنا وده والدتي ووالدي بالرحمة والمغفرة. الدعوة يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. طيب هنتكلم النهاردة في حاجة كابلد جدا، أو حاجة طالما بنتكلم في السيرفيس اورينتد لازم نتكلم فيها، اللي هي الدي تي او أو الداتا ترانسفير اوبجكت. باختصار داتا ترانسفير اوبجكت هو مسؤول إن هو ياخد الداتا من مكان يلعب فيها، يعدل فيها، يعمل فيها اي حاجه، وبعد كده يوصلها مكان تاني. طالما احنا بنتكلم في السيرفيس فلازم نتكلم في النقطه دي. ليه بقى؟ لان انت وانت بتتعامل مع اي بي ايز مثلا خارجيه، الاي بي ايز دي جم غيروا كي، غيروا اسم كي معين، انت مستني منهم مثلا يرجع لك يوزر نيم في كي اسمه يوزر نيم، هوب غيروا خلوا نيم، فالدنيا هتلايط عندك. فانت لازم يبقى فيه سوليوشن سريع جدا تحل بيه الموضوع ده، فالدي تي او مفيد جدا هنا. تمام. طيب تعالوا الاول نشوف المشكله فين، يعني تعالوا اوريكم المشكله هتحصل ازاي الاول، وبعد كده الحل بتاعها عامل ازاي. طيب انا هكريت ريكوست جديد اسمه بوست ريكوست عشان افاليديت بيه الريكوست بتاعي. فهاجي هنا في ال HTTP requests، ادي بوست ريكوست اللي ترو الاول، وبعدين نقول هنا ان انا عندي كيس اسمه تايتل ده required، وعندي كي تاني description وده required. اوكي، فانا دلوقتي لو جيت هنا قلت له انا ما عنديش description مثلا، فالمفروض هيشتغل عادي. معلش ثواني، لازم نيجي هنا نقول هنا احنا في الكنترول نقول هنا البوست ريكوست. لو بعت له كده المفروض يرجع لي بايرور يقول لي ان مفيش ديسكربشن. تمام. طيب هم جم، يعني الناس اللي انت شغال معاهم او البيزنس جه قال لك انا عايزك بدل ما تبعت لي تايتل تبعت لي حاجه اسمها نيم. يعني هيبقى في تايتل عادي بس التايتل ده هيبقى في كي اسمه نيم. تمام. طيب لو انا بعت كده هيقول لي مفيش تايتل يا اسطى، يعني مفيش تايتل، انت اعمل لي كي اسمه نيم ليه؟ تمام. طيب تعالوا نشوف لو احنا عايزين نغير الكي اسمه نيم دلوقتي في الفلو العادي بتاعنا ده هيحصل ايه. بصوا بقى، اول حاجه هنروح على السيرفيس بتاعتنا البوست سيرفيس. تمام. هقول هنا بعد اذنك انت بتستعمل كي اسمه نيم مش تايتل، نيم. تمام، لان انا غيرت هنا الكي خليته نيم. تمام، دي اول حاجه. طيب وطبعا هنا هنيجي هنا في البوست ريكوست هنقول له خلي دي اسمها نيم. كلام جميل جدا جدا. تمام، تعالوا بقى نسند دلوقتي اشتغل. طيب فاحنا هنا غيرنا في الفلو بتاعنا. تمام. طيب المشكله فين بقى؟ يعني احنا دلوقتي غيرنا في مكانين صح؟ هل دي مشكله؟ لا هي مش مشكله، بس المشكله هتحصل امتى؟ المشكله هتحصل مثلا لو انت عندك فانكشن تانيه مثلا بتعمل ابديت. اوكي، فانت الفانكشن اللي بتعمل ابديت هيبقى هنا في ابديت بوست. تمام، وهتروح للسيرفيس تغير في مكان تاني. تمام، وممكن يبقى عندك بالك ابديتس تبقى بتغير في مكان رابع، ممكن يبقى عندك فانكشن تانية وهكذا، فانكشنز كتير جدا مستني حاجه اسمها تايتل، بس مفيش تايتلز بقى خلاص، مفيش تايتل، لازم تقعد تغير كل واحد فيهم نيم نيم وهكذا. طيب حل ده بقى ايه بقى؟ حل ده عن طريق ان احنا بنستخدم حاجه اسمها الدي تي او. الدي تي او مسؤول ان هو ياخد داتا يلعب فيها يغير فيها يظبط فيها وبعد كده يوديها مكان تاني. تمام، فهو ده حل الموضوع. طيب تعالى بس رجع دي زي ما كانت، معلش هنا خليه تايتل تاني. اوكي، طيب هنروح هنا في الاب نقول هنا نيو دايركتوري دي تي او. اوكي، ونروح نعمل هنا كلاس جديد نيو كلاس بي تش بي كلاس نقول هنا بوست دي تي او. اوكي طيب ده هنعمل هنا public function constructor اوكي، واجي اقول له هنا انت دايما هتستقبل تايتل، هنقول له بس هنا protected read only string title، ونفس الكلام كده بس description.
اوكي، ونعمل فانكشن تحت public static function هنسميها create. اوكي، الكريت دي هتستقبل ايه؟ هتستقبل اللي هو البوست ريكوست. البوست ريكوست تمام، وهترتيرن بايه؟ هترتيرن بالبوست دي تي او، يعني الريتيرن تايب هنا بوست دي تي او. طب هنا ريتيرن نيو سيلف، طبعا احنا بي اتش بي 8 فممكن نقول هنا تايب، هنا تقول هنا التايتل بالشكل ده هيساوي request title، و description هيساوي request description. اوكي لحد كده تمام، لحد كده تمام جدا جدا. طيب هنروح نستخدم بقى DTO ده، هنستخدمه فين؟ في ال post controller. هنيجي هنا نقول له بعد اذنك، بدل ما تاخد الريكوست دايركت، يعني بدل ما تاخد الريكوست تبعته للسيرفيس دايركت، لا خد الريكوست الاول وابعته على الدي تي او، عذرا البوست دي تي او، يعني لازم يروح البوست دي او على الكريت بالشكل ده، والبوست دي تي او هو المسؤول بقى هنا دلوقتي ان هو يكلم الايه السيرفيس بتاعتي. فده هيدينا كابيلتي ايه؟ ان احنا نقدر نلعب بقى هنا في البوست دي تي او ده براحتنا من غير فيه اي حاجه. هيبقى عندي كلاس واحد مسؤول ان هو ياخد الداتا من الاي بي اي بتاعتي يبعتها للسيرفيس تمام. طيب طبعا احنا لازم نغير في السيرفيس شويه، لان السيرفيس ده بتستقبل هنا كلاس اسمه بوست دي تي او بالشكل ده، بوست التايتل، بوست الديسكربشن، ونروح للكونتراكت بتاعنا نغير ده، ندخل هنا بوست دي تي او، بوست دي او بالشكل ده. تعالى نرجع هنا بقى، هنخلي دي تايتل نشوف بس هي شغاله او لا، وبعد كده نظبط الدنيا بعد كده تمام. تعالى نبعت، قال لك ان التايتل ريكوايرد، لان هي فعلا احنا غيرناها خلاها تايتل. احنا انا معلش عشان غبي، لان انا عامل هنا بروتكت مش عارف ليه، يعني المفروض تبقى بابليك مش عارف نعمل لها اكسس، يعني المفروض كانت تشتغل فعلا اشتغلت. طب طيب تعالوا بقى نفس اليوز كيس تاني، هم جم قالوا لك احنا عايزين دي نيم تمام. ببساطة جدا هتيجي هنا في الدي تي او ده وتقول له دي اسمها نيم بس، بس كده خلاص. هنروح بس الريكوست وتقول له دي اسمها نيم. بص بقى مجرد لما ابعت اتبعتت عادي نيم، هي مفيش مشكلة اشتغلت تمام. فاي ليه؟ لان انا هنا في وان سورس، وان سورس انا ببعت في حتة واحدة خلاص نيم هنا تمام. ولو عندي بقى ابديت، عندي ديليت، عندي بالك ابديت، عندي حاجات كتير جدا اوبريشن، هعمل كل ده هنا في ال في الديت او بتاعي. فعندي مكان واحد انا بحط فيه الداتا واغير فيه اسماء الكيس. يعني تعالى مثلا هو بكره اقول لك ايه، احنا عايزين نرجع دي تايتل تاني، ماشي مفيش مشكله، حط دي تايتل اهي، تايتل فين الريكوست بتاعي اهو، هي التايتل. وخلي بالك الموضوع كويس ليه؟ لان انت هنا اصلا كده كده بتاعت الريكوست، فانت هنا هتعدل هنا التايتل، وبعد كده تقوم دايس هنا رحت على الريكوست عدلت لي خليت التايتل. بصوا لما هبعت اشتغلت عادي جدا جدا جدا، وبيحل مشاكل كتير جدا جدا من ناحيه الانتجريشنز. يعني انت لو اشتغلت الانتجريشنز كتير هتفهم المعضله دي، ان في ناس بتتكلم هي بايز بتغير حاجات كتير من غير ما ترجع لك، او تقول لك بص على الدوكيومنتيشن بقى وعيش انت. فالموضوع بيبقى صعب شويه انت تتريس بس. فاحنا كده ظبطنا الدنيا اكتر، عملنا دي تي او لير، اللير ده مسؤول زي ما قلنا في بدايه الفيديو ان هو ياخد الداتا من مكان يلعب فيها شويه يغير فيها شويه ويوديها لمكان تاني. نشوفكم الدرس الجاي ونشوف ازاي نحسن الموضوع اكتر من كده. سلام.